بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما بدانا على النبي صلى الله عليه وسلم، وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه وصحبه وسلم. السلام عليكم اعزائي المشاهدين، عاملين يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل معكم ايه، فطار كده بيض، يعني فطار بسيط كده يشغل يعني كده. يعني قلنا نفطر ايه نفطر ايه، ف هنعمل فطار سهل وسريع كده. يعني هنا ده 3 طيات و 3 رغيف فلفل وبصلاية، ودي توابل كركم وكاري وبابريكا وملح وماجي وحب السكر صغننين كده، ودي 3 بيضات زي ما انتوا شايفين اهو. هنعمل فطار كده سهل وسريع كده اهو. ودول حتى دول 3 معالق دقيق زي ما انتوا شايفين في الطبق الصغير ده، وبركة ربنا سبحانه وتعالى وبركة صلاة النبي. هنبشر البصل هنا بالمبشرة والقوطة بالمبشرة زي ما انتوا شايفين كده، هنبشرهم وهنعمل كده بتاع دوت قرص عجة او قرص فطيرة بيض، يعني المهم هو افطار يعني سريع كده وبسيط ان شاء الله. انا حطيت القلاية على النار وحطيت فيها زيت. هنا ده تحت البصلية مع قرنين الفلفل زي ما انتوا شايفين اهو، هقلبهم على النار اهو. بركة ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يديم علينا نعمة خاصة من الزوال. هحط عليهم القوطة، بسويتهم بخليتهم مستوي اول هما نايين اوي يعني. فضيت بشرت القطيات وفضيتهم عليهم كده زي ما انتوا شايفين اهو، و هقلبهم كده ببعضهم يشربوا كلهم كده مع بعض ماشي. ودي التوابل زي ما قلت لكم، حبه بابريكا على بتاعتك كاري، المهم التوابل برضو يعني كله، وزعتر وحاجات يعني. حطيتهم كلهم كده وقلبهم في بعض زي ما انتوا شايفين. بصوا عملوا ازاي اهو. وهنا طبعا فضيت كسرت الثلاث بيضات في الطبق اهو زي ما انتوا شايفين، وبركة ربنا سبحانه وتعالى دعكتهم كده ببعضيهم قلبتهم كده. ودول 3 معالق دي زي ما قلت لكم كده في الاول، يعني قلبهم كده كلهم في بعض كده ان شاء الله. ربنا على صلاح الحلين وليكم. وما تنسوش يا جماعة تنورونا بلايكاتكم واشتراكاتكم، واللي بيخش يشترك عندنا بنرد كل حاجة والله ما بنسيبش يعني حاجة كده، كله مردود ماشي. يلا ربنا على صلاح الحلين وليكم. حطيت الدقيق خلطته كله في البيض، وحطيت عليهم البصلة بالقوطة والفلفل اهو وهقلبهم. بس انا هنا حطيت حبة مية بسيطة يعني بتاع ربع الكوباية كده، ما كترتش مية عشان لقيتها جامدة شوية. بصوا ما كترتش يعني، هو ربع الكوباية زي ما انتوا شايفين اللي هي تفك بس من بعضيها كده زي ما انتوا شايفين. بصوا انا حطيت الطاسة ده انتهى زيت وحطيتها على النار اهي زي ما انتوا شايفين كده، قفلتها كده بالمعلقة يا ربنا يصلح حالنا وحالكم. والله الفطار كان شهي وحلو وجنبي ليمون وخيار وخلل وكده يعني. انا حطيت الطاسة كده على النار وحطيت عليها ده غطا الحلة، كنت حطها على العين البوتاجاز سخن وحطيته على العجة كده من فوق. بصوا استوت، بصوا عاملة ازاي اهو، بصوا بصوا عاملة ازاي كده، وهقلبها شوف والله طعمها كان تحفة وطعمها خرافة. بصوا قلبتها على الناحية التانية اهي شوية، بعد كده اعدلها ايه تاني. يلا ربنا يصلح حالنا وحالكم وبألف هنا وشفاء للي كل واللي هياكل واللي شاف، وربنا على صلاح الحال لينا ولكم ومن الناس كلها يا رب. ربنا يصلح حالنا وحالكم. هاي ده هنقطعها بقى كده، استويت خالص هنقطعها كده. افطار سهل ولذيذ كده وبسيط والله يعني بجد، يعني
حاجة خفيفة كده. بصوا بقى بالمنظر ده كده، شوفوا عاملة زي الكيكة بالظبط. هنا تحت جنبها خيار وليمون مخلل. بصوا عاملة ازاي، والله طعمها ما اقولكوش، كان طعمها حكاية بجد يعني. يلا ربنا يصلح حالنا وحالكم وحال الجميع. وما تنسوش يا جماعة اللي يخش عندنا ينورنا بلاكات وبصمته، وربنا يصلح حالنا وحالكم. واكتبوا لنا كومنت حلو كده، قولوا لنا رايكم في الاكله بتاعه الفطار دي كده النهارده يعني. بص عامله ازاي، ربنا يصلح حالنا وحالكم وحال الجميع. اتقوا الله يجعل لهم مخرجا ويرزقكم حيث لا يحتسب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. بصوا والله العظيم جميله جدا يعني، خفيفه. جربوها يعني، لو حابين تجربوها جربوها. يلا ربنا يصلح حالنا وحالكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك يا جماعه، وما نسيبش حاجه. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله.